الفاكهة اللي احنا كانت وحشانا ورجعت لنا السنة دي. السنة دي او هيفضل واحد من علامات رمضان برنامج حكاوي القهاوي، وحكاوي القهاوي واحد من البرامج اللي ينفع تقول بدور عليه على ما سبيرو زمان، بدور عليه على اليوتيوب زيه زي الفوازير وزيه زي ألف ليلة وليلة. السنة دي حكاوي القهاوي الشركة المتحدة بالتعاون مع التلفزيون المصري رجعت لنا حكاوي القهاوي، اللي واحد نقدر نقول عليه واحد من أو جزء من تاريخنا ومن ميراثنا. أي حد أي مذيع في الدنيا كان يقول لك أنا اتعلمت من حكاوي القهاوي، اتعلمت من البساطة والجمال واللذاذة، اتعلمت من الخفة والقرب للناس. وأي مذيع في الدنيا كان يتمنى يعمل حكاوي القهاوي، لكن ما حدش كان يعرف ينافس في المساحة دي إلا من ورث شيئا من هذه الخفة واللطافة والبساطة كمان الإعلامية الزميلة الجميلة رشا الجمال، اللي بترجع السنة دي لإحياء تراث الوالدة العظيمة ببرنامج حكاوي القهاوي. أهلا بيك يا رشا، ومبسوطة جدا أنك راجعة بطلة حلوة، وإحنا شايفين برومو البرنامج وفرحانين وعارفين أنه إحنا منتظرين برنامج متميز جدا جدا. الأستاذة الكبيرة سهير الأتربي هي اللي كانت بتقدم برنامج حكاوي القهاوي، وابنتها العزيزة رشا الجمال بترجع تحيي وتقدمه تاني على شاشة القناة الأولى وشاشة قناة الحياة. خليني أشارككم أنه كنت في أسوان من فترة قريبة، فحد من الناس بيتكلم معايا وبنتكلم عن القناة الأولى وإزاي بقوا بيتفرجوا على القناة الأولى، ودي حاجة فرحتني قوي. قال لي بس إحنا نفسنا تنزلوا الشارع وتتكلموا معانا وتعملوا زي ما كان بيحصل في حكاوي القهاوي. معرفش أنا ليه أول ما سمعت إن حكاوي القهاوي بيرجع ربطت إنه ده احتياج حقيقي، وإن ده منتج ليه طلب وليه ناس مستنياه. وجوده في شهر رمضان الساعة 8:30 على شاشة القناة الأولى ده ميعاد مميز ومنتظر. هنشوف مع بعض البرومو بتاع حكاوي القهاوي ونرجع نكمل كده. الناس حكايات متعاشة، هنشوفهم سوا على الشاشة. بتشوف الصبح مراكبي بيغني في حب النيل، ما هي مصر الصبح جميل والصبح في مصر جميل. وسط بلدنا بتقابل سكانها الأصليين وتشوف في حكاوي القهاوي حكايات المصريين. مساء الخير رشا الإعلامية الجميلة رشا الجمال، اللي بترجع وتطل علينا هي كمان وحشانة، لكن كمان راجعة بميراث عظيم وراجعة بعد غيبة بحكاوي القهاوي. مبسوطين جدا بحضورك وبطلتك وبإنك هتكوني موجودة ومنورة في رمضان يا رشا. وانا اكتر بكتير قوي، يعني رمضان كريم علينا جميعا. طيب كنت بقول حاجه بس اعتقد كانوا لسه بيحاولوا يتصلوا بيكي، بس عايزاكي تحكي لنا كده على الكواليس. كنت بقول انه اي اعلامي او اي اعلاميه تحديدا في مصر كانت تتعلم وتتمنى وتغير وتقول معقول انا يعني ممكن اكبر واقدر اعمل حاجه تشبه حكاوي القهاوي كده. ف احكي لنا انت عن الميراث العظيم اللي انت واخداه من الاستاذه سهير الاتربي، واحكي لنا وانت صغيره كنت بتفكري كده برضو كنت تتمني تعملي حاجه شبه الفاضله والدتك كانت بتعمله. هي امي ساميه الاتربي، خالتي سهير الاتربي. عفوا انا لخبطت. لا لا ولا يهمك، هما الاثنين وخالتي عزه الاتربي، الثلاثه كانوا مذيعات والتلاتة كان أسلوبهم مختلف خالص. خالتي سهير كانت بتعمل برامج سياسية وقوية كده، وكانت ست إدارية جامدة قوي. وخالتي عزة كانت جميلة قوي ونعمة وشبه ميرفت أمين وقمر ورقيقة قوي. أمي بقى هي بتاعت الناس البسيطة والتراث والناس الشعبية، وهي الصراحة كانت ست أميرة
واللي انت كنت بتشوفيه في التليفون في التلفزيون واللي الناس كانت بتحبه في حكاوي القهاوي، هي دي بالفعل كانت طبيعتها تماما في مدار يومها العادي. فهي الميزه في امي كاعلاميه ان هي مش بتحس بالكاميرا خالص، يعني هي تلقائيه قوي قوي قدام الكاميرا، وده اللي يمكن لعل وعسى اكون ورثته سنه صغيره من ماما. لا ده حاصل، ده حاصل جدا، واحنا عارفين ومجربين من قبل كده يا رشا، يعني احنا عارفين انه منتج مضمون. لكن عايز اسالك برضه، هو تحدي صعب وهو سقف عالي طبعا، لانه طبعا اكيد اكيد هتحتاجي تقولي او ترجعي نفس الروح، لكن كمان في موضوعات جديده، الناس اتغيرت، الحكاوي اتغيرت، القهاوي حتى نفسها اتغيرت. فعملتي ايه وانتوا بتحضروا للبرنامج عشان تقدروا تلاحقوا كل التغيرات دي وكمان تحافظوا لنا على الفليفر او النكهه بتاعه حكاوي القهاوي؟ بصي احنا في حكاوي القهاوي الجديد محظوظين جدا، محظوظين بطرق مختلفه من لما كان حكاوي القهاوي القديم محظوظ برضو. يعني امي الله يرحمها اولا كانت روحها جميله، وكانوا هم جنود مش اعلاميين يعني، يعني كانوا بيركبوا عربيه صغيره وكلهم مع بعض. المعد يحيى تدرس كان عبقري الله يمسيه بالخير، شيخ المعدين عمر انور كان مخرج جدع جدع راجل. امي كانت بتبقى سعيده لما عمر بينزل معاهم، كان حتى مساعد المخرج عمر زهران علاقتي بيه طيبه جدا لحد دلوقتي. ما اعرفش المصورين لانهم كانوا بيختلفوا، لكن علاقتي بيحيى وعمر انور وبعدين عمر زهران قويه، وكانوا جزء من العيله. احنا النهارده امكانياتنا طبعا اقوى بكتير، يعني احنا البرنامج ده التلفزيون المصري وشركه المتحده ودي اس 1 وكل المنتجين طبعا ميسر لنا انتاج امي ما كانش عندها بالمره يعني. بنشتغل بامكانيات اعلى بكاميرات متطوره، المعدين بتوعنا عندنا طاقم معدين استاذ احمد عطله هو الهيد بتاعهم، عندنا بيعملوا معاينات يعني مامتي اياميها كان الموضوع بسيط، كانوا بيسافروا بسيوه واستاذ يحيى يبقى يا دوبك مكلم حد كده فيكسر يمكن يساعده، اول ما يوصلوا يقعد هو يقعد يلف يدور على مين يا جماعه الشيخ اللي عارف هنا، طب البلح ده بتاع مين، طب الغيب ده بتاع مين، ويتوفقوا كده وهم ماشيين يعني. بصي كونك كنت متابعه الكواليس القديمه مع استاذه ساميه يخليكي طبعا فاهمه، هنبدا من حيث انتهى الاخرون يعني. ف عايزين تروحوا لفين في حكاوي القهاوي الجديد؟ او كانت رؤيتك انت كمان وعرفينا بفريقك الجديد او فريق البرنامج الجديد، انه كانت رؤيتكم انه ايه اللي عايزينه يتسمع من حكاوي الناس؟ ايه الصوت اللي مش واصل فعلا واحنا عايزينه يوصل؟ بصي انا بشتغل مع اتنين مخرجين خطار اشتغلت معاهم قبل كده وانا بشتغل في اون تي في، هيثم ابو عقرب واحمد فايز، خطار عينهم حلوه وقلبهم على الشارع ومختلفين، الاثنين مختلفين، هيثم اهدى فايز مشاعن اكتر، بس احنا الاثنين كلنا متفقين على اللي احنا عايزين نعمله. عطلنا طبعا نفسه قوي قوي يبرز الحكايات الانسانيه، يعني احنا دايما بنتشال في التيم ان عطلنا عايز يبرز اكتر الحكايه الانسانيه، وانا لان مخي وعيني وقلبي على حكاوي القهاوي نفسي قوي فهو مدان رود الفرج ليه كده، بلكونه الدليدة فين هي، مين اقدم واحد، طب سوق الخضار بتاع ده فين المعلمين الصعايده اللي كانوا في سوق الخضار قبل ما سوق الخضار يتنقل في سوق العبور. وعطله عايز اكتر يركز على قصه الست اللي قاعده في ميدان رود الفرج، ايه قصتها، ازاي علمت بناتها، ازاي بتبيع حواوشي في الحته دي. فاحنا دايما عندنا الصراع ده، وان شاء الله هنوصل لميكس حلو قوي يعجب الناس يا رب. لا هو اللي انت قلتيه ده ميكس مشوق جدا جدا جدا، واحنا منتظرين، فرحانين بيكوا حقيقي وفرحانين بعوده حكاوي القهاوي. هنعلي سقف توقعاتنا براحتنا لاننا واثقين اننا هنلاقي حاجه حلوه. مبروك. خوفتيني. لا بابا مبروك، احنا متاكدين. مبروك الاعلاميه رشا الجمال وكل فريق برنامج حكاوي القهاوي.
هو هي دفعه من الانبساط كده، نفس احساسي صدقيني، وانا واحنا بنحتفل كده بعوده صباح الخير يا مصر، بعوده. بصي ايوه بالظبط زي صباح الخير يا مصر بالظبط نفس الاحساس. بصي هقول لك حاجه اخيره بس قبل ما نقفل. عارفه النهارده الصبح وانا بقول ايه، هل لنا يعني ان نتحدى الزمن؟ ما هو ضيوف امي تعيش انت، واذا كانت امي نفسها مش موجوده، فاهمه يعني الناس الكبيره مش موجودين. بعدين ادركت الله، طب انا بفكر كده ليه؟ ما النهارده في ناس كبيره اللي كان عنده 70 سنه لما كانت امي عايشه، النهارده في ناس عندها 70 سنه وانا قد امي لما ابتدت البرنامج. حلو. ايوه، فليه ما يبقاش القديم الجديد؟ يعني النهارده في قديم برضو، ما كان جديد ايام امي بس بقى قديم دلوقتي. بالظبط، والقديم اللي مخلوط بحكايات الناس. انت لما قلت الميكس بين حكايات الناس وحكايات تاريخيه من شوارع مصر، دي حاجه جميله. حلوه، نتمناها ونستناها. مبروك ليك يا رب خير، والناس تحبنا زي ما حبيتهم او نص ما حبيتهم يا رب. الف مبروك. بشكر مره ثانيه حقيقي، بشكر الزميله الاعلاميه رشا جمال والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، القناه الاولى، عوده حكاوي الاهابي على الشاشه الاولى والحياه، واتاحه الفرصه انه يتشاف في اكتر من قناه واكتر من منصه، معناها اهتمام حقيقي. وكل سنه وانتم طيبين.